Thank you very much again for your contribution for mapping Qatar for the FIFA World Cup 2021. We would like to thank all our mappers and contributors for their achievement. We have mapped more than 60,000 buildings with a very nice level of details, because we were using not only mapping and digitizing and delineation, we were extracting data through the street level imagery and add features to the buildings, not only raster to vector, but fully semantic vectors. احنا ما كناش فقط نرسمه في المباني، كنا نستخلص في المعلومات والبيانات عن المباني من الصور الشارع الحقيقية، ونعرف استخدامات المباني والواجهات وعدد الطوابق، ونضيفه في البيانات هذه على البيانات المتجهية للبيلدينجز. So it was not only just mapping, but we had a very good level of details for the zones or the projects we have mapped in Qatar. So congratulations for all our mappers. We will move on to our colleague Omar Selim from Qatar. شكرا جزيلا أخي عمر، وأنا آسف جدا أنني تأخرت عليك في إدارة الحوار. فمهندس عمر سليم صراحة هو يعني بصدقا يعني عن نفسي هو من ألهمني بفكرة أوبن ستريت ماب أرابيا، لأنه هو كان سابقنا بسنوات عامل بيم أرابيا Building Information Modeling Arabia. وهو طبعا مهندس عمر صاحب أفضل وأروع محتوى عربي في نموذج معلومات البناء على مستوى الوطن العربي، وعنده إمباكت حتى دولي وعالمي. نسأل الله يجعله في ميزان حسناته إن شاء الله. إنسان مجتهد وعطاء متواصل بشكل يعني دار قيمة كبيرة جدا للمحتوى العربي، يعني ما كانش موجود أصلا في محتوى، هو اللي ولد أو أنجز المحتوى هذا من خلال صبره واهتمامه واجتهاده. فهنيئا لك أخي عمر، وشكرا لأنك أنت ألهمتنا أن نفكروا في أوبن ستريت ماب أرابيا. اليوم أخي عمر المجال أمامك، ممكن توصف لنا المبادرة كيف جت وكيف صار، وشنو علاقة الشغل اللي عملناه بالمدن الذكية، وشنو علاقة خرائط الأساس الرقمية والذكاء المكاني بالهندسة المعمارية والهندسة المدنية وتخطيط المدن وما إلى ذلك. سعداء جدا أنك تكون معنا أخي عمر، وسعداء أن احنا اليوم مع بعض سويا الفريق بالكامل نقطف ثمار هذا النجاح اللي الجميع ساهم فيه بشكل غير محدود. بارك الله فيك، تفضل يا أخي عمر. جزاكم الله كل خير. بداية أحب أشكر دكتور ساركيس فداوس رئيس اتحاد العرب للمساحة على الدعم المستمر، ودكتور محمد المري، وثانك يو جافري فور يور سبورت. وطبعا شكرا للدكتور عبد الرحمن، دايما بتدينا كل جديد وبنتعلم منك كل حاجة جديدة إن شاء الله يا دكتور. احنا دلوقتي عندنا تحدي كبير جدا زي ما شفنا في كوفيد 27 اللي كان موجود في مصر، ان احنا عندنا مشاكل كتيره جدا سواء على مستوى القرى الارضيه او سواء على المدن بتاعتنا. المدن بتاعتنا فيها مشاكل كتيره جدا واحنا لازم نصممها مظبوط. المهندس حسن فتحي بيقول كمهندس طالما عندي القدره والوسيله ان انا اريح الناس، فربنا مش هيسامحني ان انا ارفع درجه الحراره 17 درجه مئويه متعمدا خلال ان انا بعمل ازاز واجهه زجاجيه المبنى. نفس الموضوع بالنسبه للمدن، انا ممكن اصمم مدينه، تصميم المدينه ده يؤدي لوجود جرائم كتير جدا، يؤدي الناس تحول لمجرمين، او اصممها بشكل يؤدي الناس كلها عارفه بعض والناس كلها عايشين متمرنين مع بعض. زي ما تشرشل كان بيقول احنا بنصمم المدن او المباني وهي بتعيد تشكيلنا، هي اللي بتصممنا تاني. فعشان كده محتاجين ان احنا نصمم المدن بتاعتنا بشكل مظبوط، لان احنا فوجئنا ان المدن فيها مشاكل كتير جدا من اول نشاتها في فرنسا وبريطانيا، نتيجه انها الناس كلها بتهاجر ليها، فبيحصل مشاكل كتير سواء في الصرف سواء في النقل سواء، فامراض كتير جدا انتشرت. وزي ما شفنا في كوفيد 19 ان المدن اللي فيها كثافه كبيره جدا حصل زي ووهان اللي في الصين او نيويورك، كانت اكتر مدن اتصممت فيها مشاكل. فاحنا عشان كده محتاجين ان احنا نصمم المدن بتاعتنا بطريقه ذكيه، نحافظ على البيئه الطبيعيه والبيئه التاريخيه، ويكون في امكانيه للمشي والدراجات ووسائل النقل العام. واحنا شفنا لما قعدنا في البيت فتره طويله كان في مشاكل كتير جدا، احنا مش قادرين نقعد في البيت نتيجه ان البيت مش مصمم الناس تقعد فيه، البيت مصمم ان انت بتيجي تنام فيه. فعشان كده محتاجين ان احنا نصمم صح، وعشان كده محتاجين ان احنا نصمم للانسان ونصمم كل حاجه صح. طيب عشان نصمم المدن فاحنا محتاجين حاجات كتيره جدا، من ضمنها ان احنا يبقى عندنا خريطه تفاعليه نقدر ان احنا نعتمد عليها. فالوسائل لما جينا شفنا ازاي نصمم خرايط وبنيه تحتيه لانها مكلفه جدا ما تناسبش كل البلاد، فكان حل قوي جدا الاوبن ستريت ماب بيساعدنا ان احنا نعمل نموذج للبنيه التحتيه يساعد الناس اصحاب اتخاذ القرار ان هم ياخدوا القرار المظبوط. حتى وانا بصمم مبنى بحتاج المكان اللي حواليا عشان اشوف دراسه للظل والحاجات دي كلها، فالاوبن ستريت ماب انا بستخدمه دائما في الشغل بتاعي على اساس ان انا اشوف المباني اللي حواليا الارتفاعات بتاعتها والرياح والحاجات دي كلها. وهي ميزتها انها اوبن سورس، فاي حد ممكن يستخدمها من غير ما يبقى عنده فلوس، قاعه البيانات بتاعتها متوفره لاي حد ممكن ان هو يستخدمها. الحمد لله بنتعاون مع كل الناس زي ما دكتور عبد الرحمن بيقول. اخر دوله شغالين معاها جزر القمر، دولة عربية بنتعاون معاها ان احنا نرسم ونعمل نموذج بحيث ان اي حد مصمم عمراني او مصمم مباني او حد عايز ياخد قرار يقدر ان هو يشوف على الطبيعة 3D كل المباني، وان شاء الله هندخل فيها كل المعلومات. وفي كذا مشروع موجود في مصر حاليا، وليبيا ما شاء الله عاملين جهد كبير جدا، وكذلك في قطر، وان شاء الله كل الدول العربية نقدر ان احنا نتعاون معاهم ان يبقى عندهم خريطة ثلاثية الابعاد كخطوة ان يبقى عندهم مدن ذكية. يعني العراق مثلا على سبيل المثال عملت خطوه قويه جدا في موضوع المدينه الذكيه، ان هم بكل سهوله قدروا يعملوا من ضمن الحاجات في مدينه المدن في سلل القمامه حاطين سنسور بحيث ان هو لما يتملي يبعت لعربيه القمامه اعزكم الله تيجي تاخد القمامه مكانها. فدي فكره بسيطه لكن بتسهل ان المرور يبقى اسهل بكتير. اوبن ستريت ماب ليها مزايا كتيرة جدا زي انها هتساعدنا ان احنا نعمل مدن ذكيه نحط المعلومات، والموضوع المدن الذكيه ده رقم 11 في اهداف التنميه المستدامه. احنا عندنا اهداف التنميه المستدامه اللي هم 17 هدف على مستوى العالم اللي هم 2030، بنلاقي رقم 11 هو ان احنا نعمل مدن ذكيه، ونقدر ان احنا من خلال الاوبن ستريت ماب بنتعاون في الاهداف الثانيه زي الهدف السادس اللي هو الحصول على المياه النظيفه، الهدف الثامن اللي هو النمو الاقتصادي، يبقى في اماكن رعايه صحيه وتخطيط المدن بحيث ان عربيه الاسعاف تقدر توصل بسهوله جدا لمكان المصاب، كل دقيقه بتفرق للمصاب. رقم 9 اللي هي الصناعه والابتكار والبنيه التحتيه، ده جزء جدا بيربط بين الاوبن ستريت ماب والمدن الذكيه ان احنا نقدر نحط كل المعلومات اللي احنا محتاجينها عشان ناخد القرار. العمل المناخي من ضمن الحاجات الطرائف ان كان احد الدكاتره بيسالنا انتوا ليه بتدرسوا الاوبن ستريت ماب؟ الاوبن ستريت ماب ده احنا يعني بنستفاد منه ان احنا نعرف اماكن الامراض، يعني مش متخيل ان هو مفيد لشغل البنيه التحتيه وشغل المهندسين، فاكر ان هو خاص بالاطباء. فالاوبن ستريت ماب لان هو مفتوح المصدر كل الناس تقدر انها تستفاد منه، نقدر ان احنا نحدد اماكن انتشار الامراض الكوفيد 19 مثلا انتشر فين، ونربط بينها وبين الميه والهواء بحيث نكتشف سبب انتشاره وازاي ان احنا نقدر ان احنا نتحكم فيه. فهو قاعدة بيانات جغرافية عالمية موحدة نقدر ان احنا نضيف المعلومات عليها، نقدر ان احنا نستفاد منها، نقدر نعمل البرامج اللي احنا عايزينها. فده هيبقى حاجة نقدر نشتغل عليها ونطور فيها بحيث هدفنا ان المدن بتاعتنا كلها تكون ذكية، نقدر ان احنا ناخد قرار زي ما شارل دي جول كان بيقول لو انت عايز تتكلم في السياسه انظر الخريطه، لو احنا عايزين نتكلم في تنميه اقتصاديه لازم نبص الخريطه، التنميه المستدامه لازم نبص الخريطه. فلما يكون عندنا خريطه ذكيه سمارت بنحط فيها كل المعلومات اللي احنا عايزينها دي هتسهل لنا كتير جدا. والاوبن ستريت ماب فيه مزايا كتيره جدا بتفيدنا كمدن ذكيه، لكن يعني يطول الوقت في شرحها. فجزاكم الله كل خير وشكرا جدا دكتور عبد الرحمن الفرجاني، الف شكر. شكرا مهندس عمر. بارك الله فيك على التوضيح. Our colleague Omar tried to highlight the relation and the importance of having open source and open map built by the contributors to support a lot of applications that needs spatial temporal analysis for the durable development and sustainability of cities and the implementation of smart city concept. OpenStreetMap could contribute for the implementation of smart city. So thank you very much, Omar. Now I have shared the links to the projects where we are mapping in Doha. We will have a mapping session for only 30 minutes if you are interested to map with us. We are not going to make rooms. We will stay at the same room. We will start mapping and exchanging and dialogue about the World Cup, about Qatar, about OpenStreetMap, about any subject or any issue related to the location intelligence. So you are welcome by